خير مع توب شيف. اليوم احنا متوجهين الى منطقة جديدة. اليوم هو تحدي الاسبوع الرابع، راح نروح 250 كيلومتر على الرياض. 6 الصبح رايحين على الغار. منطقة زراعية بامتياز. خلص صار وقت نظهر شوي من المدينة، من المطبخ، نرجع فينا نروح شوي. واو، احنا طلعنا برا الرياض خلاص. كل شوي ندخل اكثر بالصحراء. فتنا على الصحراء. كل شوي بيفضل مكان. شباب شنو تتوقعون التحدي؟ شكلنا حنشوي كثير هونيك. ان شاء الله يكون في باربيكيو. عارف المصير الى المجهول؟ احنا رايحين. وصلنا على محافظة الغار. الغار فيها وايد نخيل. مزارع بدأت تبان. دخلنا فيه مكان كان عبارة عن مزرعة. نزلنا من سيارات نيسان، لقينا في عالم ناطرينا في ويلكم درينك وحلويات من المنطقة. عرفت انه عم يتحضر لنهار طويل وتحدي منه هين. بوجهك على البيت السكاكين. وغنس تشاتشين؟ لحقتني على البيت السكاكين. شفنا الشيف منى صفت ونازله من السياره، رحنا كلنا صوب الشيف منى. مش عارفين شو بيستنانا لسه. صباح الخير شيف. صباح الخير شيف. انتوا دحين في مزرعه الحوطه تابعه لمزارع بتيل واللي عمرها تقريبا 100 سنه. ما نقدر نكون في هذه المزرعه الحلوه الا ما نستفيد من مكون غذائي من اهم المكونات الصحيه في العالم، مشكل جزء مهم مره من التراث السعودي، وهو التمر. الصراحة أنا انبسطت، توقعنا إنه يكون في إشي له علاقة بالتمر. تحدي اليوم وضمن 4 فرق من 3 مشتركين، المطلوب منكم تحضير قائمة طعام من 3 أطباق: مقبلات، طبق رئيسي، وطبق حلا. شرط إنه يكون التمر مكون أساسي فيها، النجمة يعني. إحنا متعودين على طعم التمر، بس خصوصاً بالحلايين، في الطبخ مش كتير بنستعمله. تحدي شلون نوازن طعم التمر اللي هو وايد سكر فيه مع الملوحة في قائمة طعامنا. مدة تحدي اليوم 2.25 ساعة، وعشان تتعرفوا على فرق هنبدأ بسحب السكاكين. هنبدأ مع شيف بلال، تفضل. رقم 1، رقم 3، رقم 2، رقم 1 زي شيف بلال. ما أعرف هو ليه تضايق. لا يا بلال، لا تلعب مع بنت سعودية في تحدي تمر. أنا حوريك لما أنت تشتغل معايا كيف حيطلع الشغل. طلع لي رقم 2 مع شيف شربل، حسيت أنه كلش مفرفش أنه أنا وياه في الفريق. رقم 3 زي شيف حسام. شيف نبيل سحب رقم 4 وأنا رقم 4، وبعديه شيف طارق سحب رقم 4. ارتحت راحة كبيرة. أول مرة بنشتغل مع بعض، فالفريق إذا ما كانش متجانس ممكن نخسر. رقم 1 نسحب مناف رقم 1. قلت الحمد لله مناف شاف عنده إمكانيات.